بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على جيف ريزن 4، مهم قوي. والجيف ريزن 4 مش للحفظ، يعني هو لازم نبقى فاهمين الجيف ريزن 4 عشان نعرف نتعامل معاه لو هو الراجل غير السؤال. بيقول بقى لو في سولينويد ماشي فيه كارنت، واحنا عارفين اي حتة سلكة هيعدي فيها كارنت تتقلب ماجنت، فهي كده عندنا ماجنت. كنا اتفقنا مع بعض يا جماعة ان الشكل الفيلد بتاع السولينويد من جوه parallel line ومن بره closed circuit. طب تمام، هو بقى بيقول لك ان انا جبت سلك حطيته coincide للاكسس. جبت سلك حطيته ايه؟ coincide لمين؟ للاكسس هنا. طب ما اصلا انا عارف ان الفيلد جوه عامل كده. طب كده الواير اللي هو ماشي فيه كهرباء، اللي هو حته السلكه دي يعني اللي ماشي فيها كهرباء جوه، اللي هي الايه؟ اللي متلونه هنا باللون الايه؟ الاحمر ده اللي انا ايه بدوس عليها دلوقتي دي اهي. واضح ان هي محطوطه كده ايه؟ بارلل للفيلد. وطالما بارلل يبقى الثيتا بكام؟ زي ما اتفقنا بزيرو. فتبقى الفورس بكام؟ بزيرو. فممكن يجي سؤال يقول لك ليه لو جبت سلك كاري كارنت وحطيناه جوه كوين سايد، يعني يتطابق، كلمه كوين سايدنج، كوين سايدنج يعني ايه؟ يتطابق مع الاكسس بتاع السولينويد، ليه مفيش فورس هتاثر عليه؟ There is no force acting on wire. عشان انت مسبقا او قبل كده عارف ان شكل الفيلد عامل كده، فلما سلك يتحط ايه؟ coinciding للاكسس، الاكسس اللي هو الخط اللي في النص بالظبط كده، هيبقى الواير محطوط بارلل، وبالتالي تبقى الفورس عليه بكام؟ بزيرو. هنا لو في كارنت مشي كده يا جماعه، طبيعي اي سلك في الدنيا بيأثر عليه لتحت الام جي بتاعته، اللي هو الويت بتاعه. طب لو الواير ده ماشي فيه كهرباء كده ومحطوط في ماجنتيك فيلد كده اكسات كده، يعني ايه ماجنتيك فيلد اكسات؟ يعني ماجنتيك فيلد داخل جوه الورقه. تعالى كده نشوف الفورس تبقى عامله ازاي. ها بايدك الشمال ظبط الفيلد الاول جوه الورقه، باصص للايه؟ للشاشه. صباعك الفور ده باصص للشاشه، خلي الكرنت مع السهم ده، هتطلع الفورس كده. طب ما كده ممكن نقول عند الايكوليبريم اللي هو عند التوازن، يبقى ها يبقى ام جي اللي هي القوه المؤثره لتحت بتساوي بل اللي هي القوه المؤثره فين؟ لفوق. وده بيفتح مجال لمسائل كتير قوي، انه يديك مثلا الماس في الجرافيتي، ويديك البي، ويديك مثلا ايه ال، ويقول لك احسب الاي اللي تعمل ايه؟ ايكوليبريم. احسب الاي اللي تعمل ايه؟ ايكوليبريم. وبالتالي يبقى انت ما قدامكش، لو لقيت في ماس في المساله ما قدامكش غير ام جي ايكوال بل، ماج ايكوال بل، ماج ايكوال بل. ليه؟ لان هو سلك اتاثر بقوتين زي ما قدامنا اهو، اللي بالاخضر ده دي قوه الويت، واللي اللي فوق دي ها دي الفورس نتيجه الفيلد. طب عرفنا منين ان الفورس لفوق؟ طبقنا فليمنج ليفت هاند رول، طبقنا قاعده ايه؟ ها فليمنج ليفت هاند رول، فلقينا ان الفورس لفوق بتساوي الويت لايه؟ لتحت. لو عندي سلكين كده، واحنا خدنا قبل كده لو كان الكرنت مع بعض يبقى ماينس بلس بلس كده يا جماعه. السلك ده وقع بين منطقتين مختلفتين في الماجنتيك فلكس دنسيتي، منطقه زحمه ومنطقه ايه؟ ها اقل في الزحام شويه. فالواير ده يتزق كده ناحيه الايه؟ الاقل في الزحام. وده برضو ها يتزق كده، يبقى هنا يحصل ايه؟ اتراكشن. ده كده الفهم اللي هو بتاع ليه اتراكشن فورس. افرض جاي لك في الامتحان سؤال قال لك ليه في اتراكشن فورس؟ هتقول له due to each wire lies between two different a region in magnetic flux density، وقع من منطقتين مختلفتين في magnetic flux density. And wire moves toward a less magnetic flux density، السلك بيتحرك ناحيه ايه؟ الماجنتيك flux density الاقل. طيب لو كانوا سلكين عاملين كده هيبقى بلس ماينس ماينس، يبقى المنطقة اللي في النص دي منطقة الزحمة أو الفيلد العالي، فده هيتزق كده وده هيتزق كده، ويحصل ما بينهم إن شاء الله ها ريبالشن. وهنا حصل إيه بقى؟ ها أتراكشن. وبالتالي يا جماعة ها حتة أتراكشن أو ريبالشن مبنية على فكرة إيه؟ اتجاهات الكارنت عاملة إزاي. ده إيه اللي اسمه ميوتشوال فورس، إن أنا أأثر عليك بقوة وأنت تأثر عليا بقوة. يا ترى هنقرب من بعض ولا هنبعد عن بعض؟ ده حسب إيه؟ اتجاه الكارنت في الاتنين. اتجاه الكارنت فين في الاتنين؟ هنا دي منطقة بلس ماينس بلس، يبقى السلك ده هيتحرك ازاي؟ ها هيتحرك كده، وده هيتحرك ازاي؟ ها كده، يبقى بينهم ايه؟ اتراكشن. هنا بلس
ماينس ماينس، وبالتالي ده يتحرك كده وده يتحرك كده، يبقى بينهم ايه بقى؟ ريبالشن. يبقى هنا ريبالشن وهنا ايه؟ اتراكشن. ده لو قال لك قول لي نوع الفورس، لو قال لك قول لي نوع الفورس اللي بتحصل، يبقى لو مع بعض الكرنت يبقى اتراكشن، لو عكس بعض يبقى ريبالشن.